اهلا بيكم في ريفيو جديد من ترافل اكسبرت. النهارده هنتكلم عن سهل حشيش تروبيتال. سهل حشيش طبعا ناس كتير بتعشق الاوتيل ده من ضمنهم انا. تعالوا معايا نتفرج على الاوتيل وبعدين نتكلم مع بعض على كل تفصيله فيه. تروبيتال سهل حشيش، الموقع تقريبا في حدود 25 كيلو من مطار الغردقة الدولي. الريسبشن بتاعه فخم. تروبيتال عامة ليها طابع خاص كده في شكل الريسبشن بتاعها، حتى تروبيتال اللي في شرم الشيخ هتحسه برضو ليه طابع خاص في شكل الريسبشن، تحس بفرحة كده أول ما تدخل. الأوتيل كله فيه 3 بول، التلاتة بول أو الدور، فيه بتاع الكبار وفيه بتاع الأطفال. فيه 4 أكوا بارك، نقدر نقول انها اكوا بارك ضعيفة مش قوية، لكن البول نظيف جدا 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 جدا. بس اقصى طول في البول بتاع الكبار 140 سنتي، تهيألي ده شيء هيضايق الناس الطويلة حبتين، بس في المجمل العام هو حلو ونظيف. بالنسبة للشاطئ، شاطئ نظيف جدا جدا جدا، بس الشاطئ صخري، لكن فيه شعب حقيقي تحفة تخطف العين. المية كريستالية، لو عملتوا سنوركلينج هتشوفوا السلاحف المائية حواليكم، هتشوفوا حاجة كده من جمال الطبيعة تقريبا نادر قوي لما تشوفوها. بالنسبة للغرف، الغرف نظيفة وواسعة، ولكن كان بيتاخد شوية عليها انهم محتاجين يجددوا في الديكورات، بس طبعا مش كل الغرف محتاجة تجدد في الديكورات. بس من ضمن الكلام اللي اتقال انه شاشات التلفزيون مش في كل الغرف سمارت، يعني مش كل الغرف هتلاقي فيها شاشة تلفزيون سمارت، هتلاقي شاشات التلفزيون القديمة شوية. فلو انت من الناس الحاجة دي بتضايقك، ممكن تأكد على الشركة اللي انت بتحجز معاها او تأكد في الريسبشن انك محتاج اوضة بشاشة سمارت. الاوضة نظيفة وجميلة، فيها كل الحاجات الاساسية اللي ممكن تحتاجها. بالنسبة لمتوسط سعر الأوتيل ده بيبقى من 1200 ل1800 جنيه على حسب السيزون، فنقدر نقول ان هو قيمة مقابل سعر. انك تقعد في أوتيل 5 ستارز وكمان بالسعر ده سوفت اول انكلوزيف، بتاخد فطار غدا عشاء مشروبات، فنقدر نقول ان انت كده بتاخد قيمة مقابل سعر، يعني بتاخد خدمة، بتاخد اكل، بتاخد نظافة، بتاخد جودة مكان، جودة جو، جودة ناس حواليك، مقابل سعر يعتبر لقطة بالنسبة للأسعار اللي بنسمعها. وكون انك في سهل حشيش فانت هتجرب تجربة حلوة نوعا ما، مش غالية كمان، مش هتنساها، لانه فعلا الأوتيل بالمجمل العام حلو، قيمة مقابل سعر. جينا للكلام المهم، امتى افكر في الاوتيل ده وامتى افكرش في الاوتيل ده؟ افكر في الاوتيل ده لانه بيقدم قيمه مقابل سعر، سعره كويس جدا، فئه 5 نجوم. لو احنا بنقارن في فئه الخمس نجوم يبقى سعر كويس مقابل قيمه مقابل فرايتي في الاكل رائع. افكر في الاوتيل ده في حاله انه انا معايا طفل صغنن كده 3 4 سنين وعايزه ينبسط، وانا في نفس الوقت انبسط بالاستجمام وبالهدوء، لانه في 4 العاب اكوا بارك صغيرين. افكر في الاوتيل ده في حاله انه انا عايز اروح سهل حشيش واجرب تجربه سهل حشيش، بس ما ادفعش المبالغ الخياليه بتاعه الفنادق الثانيه اللي احنا سمعنا عنها. ما فكرش في الاوتيل ده امتى؟ ما فكرش في الاوتيل ده في حاله انه انا عايز انزل بيتش، او بيفرق معايا انه البيتش يكون رملي، لانه البيتش هناك مش رملي، البيتش هناك سخري، او تاخد معاك بقى حاجه في رجلك تلبسها. ما فكرش في الاوتيل ده في حاله انه انا معايا اطفال عايزين يلعبوا كتير ويخرجوا وينزلوا، لا يبقى ما فكرش في الاوتيل ده، لانه زي ما احنا عارفين سهل حشيش بنعتمد على جمال الاوتيل اللي احنا فيه. ما فكرش في الاوتيل ده في حاله انه انا عايز اخد وجبات ما بين الليت دينر والليت بريكفاست والحاجات دي، للاسف برضو مش موجوده. ما ننساش انه في سنوركلينج حلو قوي في سهل حشيش، ما ننساش انه في اكتيفيتيز ثانيه بتبقى زي سفاري بتبقى بره الاوتيل نقدر نعملها. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس. مع السلامه.